بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ دلوقتي بالموضوع الأول من موضوعات مادة الرياضة اللي هو المعادلات. والمعادلة زي ما أنا قلت طرفين وبينهم علامة يساوي. درجة المعادلة بتتحدد حسب أعلى أس. في بعض الأنواع توضح الموضوع ده. معادلة الدرجة الأولى مثال عليها 5 س ناقص 3 تساوي 4. لاحظ هنا إن س مش مكتوب عليها حاجة من فوق، فنعرف إن دي من الدرجة الأولى لأن أعلى أس واحد والواحدة ما بيتكتبش. معادلة الدرجة الثانية مثال عليها 3 س تربيع زائد س بتساوي 1. لاحظ هنا ان اعلى حاجة في الاسس بتاعت السين هي 2، عشان كده سموها درجة تانية. تعال نشوف ايه المطلوب مننا في موضوع المعادلات. اول حاجة مطلوبة منك في موضوع المعادلات ده ازاي تعرف تحل معادلة من الدرجة الاولى فيها مجهول واحد. المقصود بحل المعادلة ان انت تجيب قيمة المجهول اللي هو سين، يعني تخلي سين في جنب والارقام في جنب. يعني ايه جنب؟ يعني تخلي السين قبل علامة يساوي والارقام كلها تيجي بعد علامة يساوي، او بمعنى اخر تخلي السين بعد علامة يساوي وتجيب كل الارقام قبل علامة يساوي، مش فارقة لان هما الطرفين قد بعض، جبت السين في الاول جبت السين في الثاني، بس المهم السين تتعزل لوحدها في جنب. هناخد مثال ايه وجهة حل المعادلة الاتية: 5 س ناقص 3 بتساوي 2 س زائد 9. على فكرة 5 س ناقص 3 ما ينفعش تطرحه، ليه؟ لان دي رقم جنبي سين وده رقم ما فيش جنبي سين. فهنا بيقول لك الحدود غير متشابهة. طب ايه العمل؟ انا عايز اجيب سين في جنب والارقام في جنب. قال لك خلاص ودي السينات في طرف وودي الارقام في طرف. تعال نودي السينات. 2 س دي المفروض تروح جنب ال5 س، فعشان تتنقل ومن بعد من بعد علامه يساوي وترجع قبل علامه يساوي، اصل علامه يساوي دي واقفه زي الاشارجي في النص، مفيش حد يعدي عليها لما تتغير اشارته. فلما 2 س تروح الناحيه الثانيه تروح باشاره سالبه، والثلاثه السالبه دي نوديها بعد علامه يساوي، فعشان تتحرك هناك تروح باشاره موجبه. فيطلع لك الشكل اللي انت شايفه ده: 5 س ناقص 2 س بتساوي 3 زائد 9. 5 س و2 س دي بيسموهم في الرياضة الحدود المتشابهة، عشان دي جنبها سين ودي جنبها سين، فممكن يطرحوا يتبقى لي 3 س وفي الناحية التانية 3 و9، دي حدود متشابهة يتجمعوا يبقى تطلع 12. يبقى السين عشان تطلع ببساطة جديدة في رقم جنب السين اللي هو 3. طب انا عايز السين لوحدها مش عايز جنبها اي حاجة. فببساطة جديدة الرقم ده لما موجود جنب السين موجود بالضرب، هو المفروض في بينهم علامة الضرب بس ما بتظهرش ما بتتكتبش. 3 س دي معناها 3 في س. فنعمل ايه؟ نودي الثلاثة تعدي هناك، فالثلاثة وهي معدية لازم يحصل لها حاجة. ايه اللي يحصل لها؟ ان هي كانت هنا مضروبة فتروح الناحية التانية مقسومة، لان زي ما انتوا عارفين ان الطرح عكس الجمع والضرب عكس القسمة، فالثلاثة هتروح تتقسم في الناحية التانية فتروح تحت ال 12، 12 على الثلاثة فيها ال 4. كده تطلع قيمة س ب 4، ويبقى انت كده حليت المسألة ووصلت للمجهول. طب نشوف مثال تاني. اوجد قيمة س من المعادلة الآتية: 2 س ناقص 5 تساوي 5 س زائد 2. ابص كده احاول اجيب السينات مع بعض والارقام مع بعض. انا معايا ال5 س موجودة بعد علامة يساوي، انقلها ادخلها جوه، فلما تروح جوه هتروح بإشارة سالبة. لما تروح بإشارة سالبة هتروح جنب ال2 س. طب والخمسة ديت السالبة لما تتنقل الناحية التانية هتتنقل بإشارة موجبة، يبقى الخمسة هتروح عند الايه؟ عند الاتنين، فتبقى زائد 5. في غلطة هنا بسيطة انا شايفها، ان ال2 س دي كانت موجبة نزلت في الحل سالبة، وده غير صحيح. يعني مفروض كنا خدنا ال2 س نزلت بالموجب هنا في اول سطر في الحل. طب ايه العمل؟ لما تصور الورق ده وابقى احط عند ال2 س دي حط قبلها اشارة سالبة، عشان يبقى الحل اللي احنا ماشيينه حل مظبوط. هتبدأ تجمع السينات مع بعض. انا سالب 5 س وسالب 2 س دول يتعملوا مع بعض ازاي؟ دول مفروض يتجمعوا مع بعض. هتقول لي يتجمعوا معقول؟ اقول لك اه، واحد كان خسران 5000 وخسر 2000 كمان، يبقى كده الخسارة 7000. طب شيل كلمة الاف دي وحط س، واحد خسران 5 س وخسر 2 س كمان، يبقى سالب 7 س. في الناحية التانية 5 و2 ب7. ابدا بعد كده افكر ازاي افصل س في جنب والارقام في جنب. فباخد الرقم اللي مضروب في الس اوديه الناحيه الثانيه مقسوم. بس في حته مهمه جدا ناخد بالنا منها، وانا بنقله هناك مقسوم
ايه اللي بيحصل فيه؟ هو اصلا مضروب فراح الناحيه التانيه مقسوم. واحد يقول لي المفروض نغير اشارته، بدل ما هو سالب سبعه يروح تحت ايه موجب سبعه، اقول له لا، طالما مضروب يروح مقسوم وما يتعملش عليه غير عمليه واحده بس، ما ينفعش يتعمل عليه عمليتين، هي عمليه واحده بس، ان هو كان مضروب يروح الناحيه مقسوم، فتطلع سبعه على سالب سبعه، السبعه تروح مع السبعه ويتبقى سالب واحد. بكده عرفنا قيمه س، وكده ده اسمه حل معادله درجه اولى. طب تعالى نشوف تطبيقات تجاريه على معادله الدرجه الاولى. اول تطبيق توازن السوق. توازن السوق حته اقتصاديه، السوق بيحصل فيه التوازن امتى؟ لما الطلب يساوي العرض. نشوف كده الموضوع دوت بيتم ازاي. بيقول لك في المثال ده لو كانت معادله الطلب هي ص بتساوي 75 ناقص 3 س، نقرا المساله مع بعض. ومعادله العرض ص بتساوي 4 س زائد 26، اوجد سعر وكميه التوازن. دي المساله. قبل ما ابدا في الحل اقول لك لاحظ حاجه كده في المعادلتين دول. معادله الطلب الصاد في جنب والسينات في جنب، بس السين في قبلها رقم اشارته سالبه. ده ليه؟ عشان السعر والطلب علاقتهم عكسيه، كل ما بيزيد السعر كل ما الطلب بيقل. طب في معادله العرض علاقه السين بالصاد ايه؟ علاقه ايجابيه، الاربعه موجبه اللي هي موجوده قبل السين. ده معناته ايه؟ معناته انه لما الاسعار بتزيد المنتجين بيعرضوا اكتر عشان يكسبوا اكتر. هو عايز السعر والكميه بتوع التوازن. الحل بتاع المساله دي بسيط قوي، بقول له يتحقق التوازن في السوق عندما الطلب يساوي العرض. فهبدا اروح اساوي معادله الطلب بمعادله العرض. لما اروح لمعادله الطلب اخدها، ركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم دول. معادله الطلب فيها طرفين، فيها صاد هنا وفيها سينات هنا. طب هاخد انهي طرف فيهم؟ ما اصل انا لازم اخد طرف واحد يعبر عن معادله الطلب، لان الطرفين قد بعض، فالمفروض قد بعض اي طرف منهم يكفي. فاحنا بنعمل ايه؟ بناخد اللي بعد علامه يساوي بس، بناخد السينات بس عشان نساوي السينات بتاعت الطلب مع السينات بتاعت العرض. بمعنى ان انا لما اجي اخد معادله الطلب واكتبها وانا بعوض بيها هنا، هاخد ال 75 ناقص 3 س احطها في التعويض، ولما اجي بعد علامه يساوي عند كلمه العرض دي اشيلها واكتب كانها 4 س زائد 26. تقول لي طب والصاد اللي كانت موجوده؟ اقول لك ما هم قد بعض، لما تاخد جنب منهم ده بيعبر عن ايه؟ عن الثاني، لان الاثنين قد بعض. طب تعالى معادله الطلب بتتساوي مع معادله العرض، رحت جبت ال 75 ناقص 3 س سويتهم ب 4 س زائد 26، وتجاهلت الصاد اللي كانت موجوده مع الطلب والصاد اللي كانت موجوده مع العرض. لما سويتهم ببعض انا هيقابلني سينات وارقام. غلط ان انا اجمع السينات على الارقام، لازم اعزل السينات مع بعض والارقام مع بعض زي ما كنا بنعمل من شويه في حل المسائل بتاعه الدرجه الاولى. عزلنا الارقام عن بعضها وقدرنا نوصل لقيمه س طلعت بسبعه. انا ليه هنا ما وقفتش كتير عندها؟ لان انا كنت شرحت الكلام ده بهدوء في المساله اللي ما كانش فيها تطبيق اقتصادي. السين لما طلعت بشاور عليها واقول هو ده سعر التوازن. هو مش عاوز سعر التوازن بس، ده عاوز كمان كميه التوازن، يعني عايز الصاد كمان. فباخد السين دي واعوض بيها في اي معادله من المعادلتين سواء في الطلب او في العرض. لو اخترت معادله العرض اللي السين فيها موجبه ورحت عوضت عن السين بسبعه، 4 في 7 ب 28 زائد 26، يطلع كمية التوازن 54. الكلام ده اللي ما خدش باله منه في المسألة دي هناخد مسألة تانية على توازن السوق. بس هنا لفت نظري حاجة برضك عايز اقول لك عليها، ان انت لما وصلت لسالب 7 س بتساوي سالب 49، المفروض ان انت تقول ايه؟ ده انا عايز اخلي السين تتعزل لوحدها، فباخد السالب 7 اللي مضروبة فيها انقلها هناك، فتروح تحت السالب 49، يبقى سالب 49 على سالب 7. ده بالظبط اللي بيحصل. بس انا عملت كده طريقه تانية غير الطريقه اللي انا بقولها دي، ان انا رحت قسمت الطرفين على سالب 7 عشان اتخلص من السالب 7 اللي جنب س، لان المفروض لما بقسم الطرفين على نفس الرقم اكني ما عملتش حاجه، ما اخلتش بالتوازن، التوازن فضل زي ما هو، لان اللي قسمت عليه هنا قسمت عليه هنا. فالسالب 7 تروح مع السالب 7 ويتبقى لنا السين اللي احنا عايزينها، وال 49 على 7 تطلع بسعر التوازن اللي هو 7. كده يبقى ايه؟ خدنا فكره عن طريقه تانية بنعزل بيها السين في جنب والارقام في جنب، ان انا اقسم الطرفين على الرقم اللي مضروب في السين. تانية بتقول لي تعال نشوف مساله تانية. بتقول لي لو كانت معادله الطلب
ص بتساوي 25 ناقص 2 س، معادلة العرض ص بتساوي 3 س زائد 5. اوجد سعر وكمية التوازن. ميزة النوع ده من المسائل انك وانت مغمض بتمشي على نفس الخطوات، يتحقق التوازن عندما الطلب يساوي العرض. فعشان اجيب السعر والكمية بنقوم بان احنا نعادل الطلب بالعرض، فباخد معادلة الطلب من غير الصاد وباخد معادلة العرض من غير الصاد اساويهم ببعض. بعد كده بجمع السينات في جنب والارقام في جنب، وبكده اقدر اطلع قيمة السين، اشاور على السين زي ما اتفقنا واسميها سعر التوازن. بعد كده ناقص لي كمية التوازن. مين فاكر بنجيبها ازاي؟ قال لك بناخد السين دي ونعوض عنها في اي معادلة تعجبنا، سواء في معادلة الطلب او في معادلة العرض، فيطلع لي الصاد اللي هي كمية التوازن. انا رحت عملت التعويض عشان اثبت لك ان الاتنين بيطلعوا نفس النتيجة. رحت عوضت مرة عن السين باربعة في معادلة الطلب، ومرة عوضت عنها باربعة في معادلة العرض. في ناس اول مرة تسمع عن كلمة التعويض، بس ناخد بالنا انا بحط قدام معادلة الطلب اللي جاية في المسألة، ص بتساوي 25 ناقص 2 س، بعد كده بحط يساوي تحت يساوي بالظبط، 25 تنزل، السالب تنزل، الاتنين تنزل، السين بتتشال وتحط مكانها اربعة. بمسك الآلة الحاسبة وادخل عليها الحاجات دي، 25 ناقص 2 في 4 يعني 25 ناقص 8 تطلع 17. ال 17 دي هي كمية التوازن. معادلة العرض لو حبيت اجرب فيها هتطلع نفس الاجابه اللي هم 17. معادله العرض كانت بتقول لي 3 س زائد 5، هحط يساوي تحت يساوي، ال 3 تنزل، الس تتشال وتحط مكانها التعويض اللي هو 4، وال 5 تنزل. بعد كده 3 في 4 ب 12 و5 يطلع 17 نفس الاجابه، فاللي يعوض في واحده منهم تكفي. لو في الامتحان عملت الاثنين، عوضت مره هنا ومره هنا عادي. بكده يبقى خلصنا اول تطبيق تجاري على موضوع المعادلات الخطيه من الدرجه الاولى. التطبيق التجاري اللي بعديه هو شبيه باللي قبله شويه، بيقول لك ايه؟ ان التعادل بيتحقق في المنشآت في المصانع عندما الايراد الكلي يساوي التكاليف الكليه. نحفظ الايراد، التعادل بيحصل امتى؟ لما الايراد الكلي يساوي التكاليف الكليه. طب تعالى نتعرف عن قرب ايه هو الايراد الكلي. معادله الايراد الكلي دي لازم تحفظها لانك هتكتبها في الامتحان وتعوض فيها. الإيراد الكلي عبارة عن سعر بيع الوحدة في عدد الوحدات. لو سألت أي حد بيشتغل في التجارة وقلت له إيرادك النهاردة كام؟ يقول لك والله أنا بعت 7 تلاجات وسعر التلاجة 10,000. فبيروح يضرب 7 تلاجات في سعر بيع الوحدة اللي هو 10,000، 7 في 10 بيطلع الإيراد الكلي. فدي معادلة بديهية مش محتاجة حفظ. الإيراد الكلي بتاع أي مصنع اي منشاه عباره عن سعر البيع في عدد الوحدات. عدد الوحدات ساعات بيجي في المساله باسم حجم الانتاج، وبنرمز له في النقطه ده بنرمز له بالرمز س. خد بالك في التوازن بتاع السوق كنا بنرمز للسي بالسين دي، بنرمز بيها لايه؟ لسعر التوازن، فكانت بترمز للسعر. انما في الدرس ده برغم انهم موجودين في نفس الباب، السين هنا بترمز لعدد الوحدات. يعني دايما احنا بنميل ان المجهول نسميه سين. طب تعالى نشوف تاني علاقة مستخدمة في الدرس ده. احنا كده عرفنا الايه الجنب اليمين. تعالى نشوف التكاليف الكلية دي بتبقى عبارة عن ايه. التكاليف الكلية اللي هي تاني مكون عندنا، التكاليف الكلية دي فيها جزئين، جزء متغير وجزء ثابت. التكاليف الكلية عبارة عن التكاليف عباره عن تكاليف متغيره زائد تكاليف ثابته. طب تعالى نفسر الموضوع اكتر. تكاليف متغيره بجيبها ازاي؟ بضرب التكلفه المتغيره للوحده الواحده في عدد الوحدات المنتجه اللي هو حجم الانتاج اللي دايما بنرمز له برمز س، زائد التكاليف الثابته. طبعا الكلام ده جه منين؟ اي مؤسسه اي مصنع بيبقى في عنده جزئين من التكاليف، وركز معايا عشان تعرف يعني ايه متغيره ويعني ايه ثابته. في تكاليف ثابته زي الايجار وزي مرتبات المديرين. طب دي سموها ثابته ليه؟ عشان ملهاش علاقه بعدد الوحدات المنتجه، سواء انتجت ما انتجتش، قفلت المصنع، المرتبات دي ماشيه والتكاليف دي ماشيه. اما التكاليف المتغيره سموها متغيره ليه؟ لان كل ما تنتج اكتر كل ما بتحتاج خامات اكتر وبتحتاج عماله اكتر، فهنا دي بيسموها متغيره عشان بتتغير على حسب حجم الانتاج. بعد كده بعد ما عرفت المعادله الاولى بتاعت الايراد والمعادله بتاعت التكاليف، بتاخدهم تساويهم ببعض عشان تطلع السين المجهوله.
فالمعادلة الثالثة بتقول لك ان التعادل بيحصل امتى؟ لما الاكاليف. ناخد مسألة توضح. بيقول لي اذا كانت التكلفة المتغيرة للوحدة 15 جنيه والتكلفة الثابتة 2000 جنيه وسعر بيع الوحدة 20 جنيه، اوجد عدد الوحدات اللازمة لتحقيق نقطة التعادل. اول ما تبدأ حلك تخرج البيانات، التكلفة المتغيرة للوحدة 15، التكلفة الثابتة 2000، سعر البيع 20، عدد الوحدات اللازمة للتعادل هتفترض انها رمزها سين، عدد الوحدات اللازمة لتحقيق نقطة التعادل هنفترض انها سين، وبتقول له التعادل بيتحقق لما الإيراد الكلي يساوي التكاليف الكلية. طب تعالى نشوف مع بعض ازاي بيطلع الإيراد الكلي وازاي بتطلع التكاليف الكلية وبعدين نساوي. الإيراد الكلي بيبقى عبارة عن ايه؟ زي ما اتفقنا، سعر بيع الوحدة في عدد الوحدات، لازم نسمعها مع بعض، سعر بيع الوحدة في عدد الوحدات. انا اي نعم شايفها علاقة بديهية ومنطقية والتجار كلها ولكن انا لازم احفظ الالفاظ دي ولازم احفظ الكلمات دي. 20 في سين، سعر البيع ب 20، عدد الوحدات بفترض انه سين، 20 في سين تدي 20 سين. كده خلصنا اول خطوة في الحل. تاني خطوة احط معادلة التكاليف الكلية قدامي، تكاليف متغيرة في عدد الوحدات زائد تكاليف ثابتة. التكاليف المتغيرة ب 15 جنيه، عدد الوحدات سين، زائد التكاليف الثابتة اللي هي 2000. يطلع لك 15 سين زائد 2000. ينفع اجمع 15 سين زائد 2000؟ تقول لي لا ما ينفعش اجمعهم عشان دي رقم جنب سين والرقم ده ما جنبوش سين، فما ينفعش يتجمعوا مع بعض وفقا لنظرية الحدود المتشابهة، دول مش متشابهين. بعد ما جهزت الإيراد وجهزت التكاليف اروح اساويهم ببعض، فبساوي 20 سين مع 15 سين زائد 2000، بجمع السينات في جنب والارقام في جنب، ال 15 سين تروح عند ال 20 سين وال 2000 تستنى في الطرف ده لوحدها. يبقى عندك دلوقتي 20 سين ناقص 15 سين يتبقى 5 سين بتساوي 2000. تطلع السين ب 400. هتقول لي انت عملت ايه؟ هقول لك وديت الخمسه الناحيه الثانيه فراحت تحت ال 2000. هتقول لي طب ما انا مش شايف راحت ولا حاجه، بقول لك يعني استنتجتها بمجرد النظر، علشان بردك لازم يبقى عندك القدره على ان انت توفر وقتك، وبمجرد ما تبص كده الخمسه دي مكانها فين؟ اه دي مكانها تروح تحت ال 2000، يبقى يطلع 400. فبقول له يبقى كده وصلت للحل بتاع المساله، ان عدد الوحدات بتاعت التعادل اللي بتحقق التعادل بتساوي. تعالى نشوف مع بعض مسألة تانية، تطبيق تاني على التعادل. بيقول لك لو كانت التكلفة المتغيرة ب 40 جنيه والتكلفة الثابتة ب 15000 جنيه وسعر بيع الوحدة ب 50 جنيه، اوجد عدد الوحدات اللازمة لتحقيق نقطة التعادل. بروح استخرج البيانات بتاعتي احطها قدامي، التكاليف المتغيرة للوحدة 40 جنيه، التكاليف الثابتة 15000، سعر البيع 50. بفترض ان عدد الوحدات اللازمة للتعادل ب سين، واقول له التعادل بيتحقق لما الايراد الكلي يساوي التكاليف الكلية. الكلام ده تكرار وتأكيد على مسألة فاتت. طب تعالى الايراد بيساوي ايه؟ سعر بيع الوحدة في عدد الوحدات، سهلة، 50 في سين بخمسين سين. التكاليف الكلية عبارة عن جزئين، متغيرة وثابتة. المتغيرة بجيبها ازاي؟ المتغيرة بضرب التكلفة المتغيرة في عدد الوحدات، يعني 40 في سين ب40 سين، زائد الثابتة 15000 جنيه تنزل. ما ينفعش اجمع 40 سين و15000 ليه؟ علشان ده جنب سين وده ما جنبوش سين. بعد كده بروح اقول له التعادل بيتحقق امتى؟ لما الايراد الكلي يساوي التكاليف الكلية. نسمعها لبعض كده، التعادل بيتحقق امتى؟ لما الايراد الكلي يساوي التكاليف الكلية. فبروح اساويهم ببعض واطلع قيمة السين، تطلع 15000 جنيه. بكده يبقى خلصنا الجزء الاول في المنهج، جزء المعادلات، وسبت لك مسألتين واجب في نهاية الجزء ده، مسألة على التوازن بتاع السوق ومسألة تانية على التعادل بتاع المصانع والمنشآت، وادي الاجابات النهائية دي، بالاضافة طبعا لمجموعة الاسئلة الكتيرة اللي هي في بنك الاسئلة اللي هو هيبقى موجود معاك عشان ايه تحل فيه. كده يبقى وصلنا لنهاية المحاضرة، تحياتي، وان شاء الله اشوفكم في المحاضرة التانية نكمل مع بعض درس المحددات. شكرا.